تلقى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي اتصالا هاتفيا من سعادة الفريق جون لومير كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة ومستقبل هذه العلاقات ما بعد القضاء على الفيروس والتأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الدولية في مكافحة جائحة فيروس كوفيد 19. قد أشاد سعادة الفريق جون لومير بجهود مملكة البحرين في مكافحة جائحة فيروس كورونا ومساهماتها البارزة في جهود المكافحة الدولية الموحدة لفيروس كورونا. من جانبه أكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، متمنيا سموه للمملكة المتحدة وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.